اهلا بك يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الواحد بيحس بفخر ان العالم افتكرنا خلاص من سنه 1930 بقى فيه هناك دوله عربيه اسلاميه. عشان كده انا حابب ابدا الاستوديو بتاعنا بايه قرانيه: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. اعرفونا واحكموا علينا كويس بلد عربي.